نوصل لعزيزنا الجدي يلي هو أكثر الأبراج حظاً، أكثر الأبراج تقدماً وتألقاً، مثل ما وعدتك من أول السنة وبرجع بكرر، أنت الملك على كل الأبراج. تأثيرات اكتمال القمر ببرجك يلي كان بالأسبوع الماضي بأول درجات برجك رح يأهلك إنك تكون الأكثر نشاطاً، أكثر حركة، أجواء إيجابية ممتازة جداً. واكتمال القمر كمان ببرجك يلي بيحصل ب 22 شهر تموز، يعني بيحملك لشهر ومناصب عالية وحلول للمشاكل العقارية والإدارية والاستشفائية وغيرها. وبدي أقول لك انتظر الأمر المكتمل ببرجك أيضا بشهر تموز، قلنا عنه يعني حظوظ استثنائية، لأنه الأمر ما بيكتمل إلا مرة واحدة بالسنة. أنت هيدي السنة مكتمل عندك مرتين اكتمالين للأمر ببرجك، الله أكبر على حظك وطاقتك واندفاعك ونجاحك وشعبيتك وحصولك للأعلى. يعني الله يبارك بداية مع القمر بالحمل حبيبي عزيزي مولود الجدي، حاول انك تستفيد من هالظروف الجيده اللي بوعدك فيها. بدايه يومين نسال شوي التعب، عنا القمر بالحمل وعنا مربع من الكواكب من برج السرطان بتاثر عليك بشكل مباشر، بتفرض عليك حاله من الترقب والتعب والاجباري انك تكون عم تمرق بحوادث واعطال. انتبه صحيا، داري امورك المهنيه والصحيه بالكتمان، وما تدخل بمتاهات او مغامرات لانه الظواهر الفلكيه ما بتفيدك. الامور بتطلب منك انك تكون هادي وتبحث عن حلول حتى ما تلعب بالنار ايضا القمر كمان، لكن تتحسن كل هالامور بعد ما ينتقل القمر برج الثور الاثنين والثلاثة لينضم للمريخ وأورانوس بمثلثات مع برجك. بتطور الأمور لصالحك وبترجع تجدد جدول أعمالك من جديد، وبتأسس لنظرة مختلفة بتخليك تهتم أكثر بصحتك وصحتك المعنوية وصحتك النفسية والجسدية. يعني عم بيكون عنا تفاعل جديد، عمل جديد، فترة مهمة، يومين كتير حلوين بيشجعوك إنك تتقدم للأعلى. الحظ بحلفك وبيشتغل لصالحك، ما عليك إلا أنك تكون إنسان كفوء حتى تشتغل. أنت إنسان مميز بكافة المجالات ورح تكون سباق ومتميز عن الآخرين. بتتابع التأثيرات الحلوة مع وصول الأمر لبرج الجوزاء بين الأربعاء ومنتصف نهار الجمعة، كمان يومين ونص بينضموا فيهم لكوكب الحظ المشتري، الكوكب الحظ الأكبر يلي بيعطيك الدعم الأكبر. يومين ونص في عندك فيهم احتفالات، في عندك فيهم تقدم، عندك انتصارات على المعوقات، عندك رح تلاقي سبيل لفرض شخصيتك، لفرض خياراتك، حظوظ كبيرة على مدى عينك والنظر رح ترافق اعمالك عزيزي مولود الجدي. افراح، نجاحات، ارتياح، مصالحة، انفراجات كثيرة، يعني بالتوفيق يا رب لمولود برج الجدي، وبتمنى انك تستفيد من الحظ يلي عم بقدم لك اياه الفلك. عاطفيا بدك تنتبه شوي، وجود الزهرة ببرج السرطان بتخلي حياتك العاطفية أرجح، بيكون في شوية تشاؤم، وطبعا بيكون في عنا مواجهات فلكية ممكن تصطدم مع الشريك بجو من الجفا أو البرودة أو اللامبالاة، أمورك ما عم تمشي مثل ما بتريد. أما العازب رح يكون بانتظاره كمان شوية مضايقات، تناقضات، محيرة وأفكار سوداء، هالأمر بخليك تفقد الثقة بالنفس وبيسبب ببعض الخلافات والمشاكل، خلافات سخيفة، كون منطقي أكثر بتصرفاتك.